جمهورية أرام أخبار جمهورية أرام أخبار جمهورية. قولي والنبي يا أخويا، ما تعرفش الشارع اللي فيه بنسيون مرمار؟ بنسيون مرمار؟ أيوه. تعالي أهو دي اللي هناك. أي كتر خيرك يا أخويا ما عدمكش. صباح الخير يا عامر بيه. صباح الخير يا محمود. بتسأل عن بنسيون مرمار ومدام مريانة. خش يا شاطر. كتر خيرك يا أخويا. العفو. السلام عليكم. مع السلامة. اتفضلي. يزيد فضلك. اقعدي. انت تعرفي المدام؟ ايوه. ما شفتكيش جيت لها قبل كده؟ جيت زمان مع المرحوم ابوي، هو اللي كان بيجيب لها الفراخ والبيض. وعايشة هنا في اسكندرية؟ أني مش زيادية بحير. اه. قهوتك يا عامر بيه. ميرسي يا مدام. أني زهرة. زهرة؟ مونديو أنت كبرت كتير. ازيك يا زهرة؟ أنا مبسوطة إني شفتك. اقعدي، اقعدي يا زهرة. دي زهرة. بنت راجل طيب جدا يا عامر بيه. الله يرحمه. انت اتجوزت يا زهره؟ مالك يا زهره؟ حصل حاجه؟ جدي عايز يبيعني، عايز يجوزني الراجل عجوز من دوره. لا ده غلط كبير قوي عامر بيه. اتجوزه ازاي يا بيه؟ ده كليتها شهر ولا اتنين ويموتوا ويفوتني مترمله. ليك حق. وعملت ايه في المصيبه دي؟ هربت من الزياديه بحالها وجيت هنا. هربت يا زهره؟ ايوه. ليه كده؟ يعني اسيبهم يبيعوا ويشتروا فيا؟ انا كمان مش بني ادمه زيهم وليا كلمه. تعالي يا زهره هاتي حاجتك. تعالي تعالي. اتفضل الفطور. كتر خيرك يا زهره. خير ساهل بالهنا والشفا. مين طلبه بيه؟ مش ممكن. مريانة والله وحشتنا الاحضان السخنه دي. يا ترى الاقي عندك اوضه في البانسيون ولا اقول للشيالي يرجع الشنطه دي؟ البانسيون كله تحت امرك. حط الشنطه. خد. انت واصل دلوقتي؟ مين القطر عليك على طول؟ اتفضل. والله زمان يا مريانة، فين ايامك؟ عامر بيه؟ طلبة بيه مرزوق من كبار الاعيان، كان وكيل وزارة. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عامر بيه وجدي، ضروري تعرفه طلبة بيه. طبعا اعرفه. اتفضل. يا عامر بيه انا قريت لك كتير ايام الوفد وفي جرايد الوفد. لسه فاكر؟ فين الوفد وايام الوفد؟ كانت دولة وزالت. طلبة بيه كان عنده ألف في الدان. كان بيلعب بالفلوس. بابا 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 بابا. ما تفكرنيش يا مريانة. الأسرة كل حاجة راحت لحالها. أنا نكتة واحدة بس كلفتني ألف في الدان. نكتة. اتبحبحت كده وقلتها في النادي وتاني يوم كان النبي حارسني فرضوا علي الحراسة كده كده. لو اتشرفنا قد ايه طلبة بيه؟ اللي تحسبيه، جمعة شهر سنة وانا ورايا حاجة. زهرة امال فين بنتك طلبة بيه؟ بنتي خدها جوزها وهاجر من مصر. يا بخته قبلنا. نعم ايه؟ طلعي شنطة طلبة بيض اوضة ثلاثة من عيني. دي احسن اوضة عندي. ايه المفاجآت الحلوة دي؟ اتفضل يا بيه. اتفضلي اتفضلي. نظرك قوي. تا 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 علم ملك يا ناس ملك. يا ارض احفظي معاليك. اتفضل يا بيه. ممنون.
اسم الله عليك اسم الله. حضرتك عايز حاجة تانية؟ أنا فين؟ ما تقعدي تأنسيني شوية. عن إذنك. اسمعي بس تعالي هنا، أنا عاوز حاجة تبرد على قلبي. خدي خدي ال 10 جنيه دول واشتري لي إزازة ديورز. وده يبقى إيه؟ ويسكي، ويسكي أبو قطارة. آه يعني خمرة. أعمل إيه؟ أصلي أنا عيان والحكيم كتبهولي في الروشيت. حاضر. تسمح يا ست هالة؟ نعم. الفستان ده يقطع بكام؟ ده يا ستي باتنين جنيه وخمسة وسبعين قرش. أي خدمة؟ تقولي ايه؟ ازازة خمرة. نوعها ايه؟ درس. درس؟ ديورس. اه ديورس. آه. اتفضلي يا ست الديورس. ادفعي في الكيس هناك. خمسة جنيه وعشرين قرش. يا سيدي ابراهيم يا سوري، دول تمن فستانين. تسلمي يا اختي. خمسة وعشرين قرش. شكري يا بنتي. بخمسة جنيه وريال يبقى الباقي. ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة وثمانين سات. مظبوط مظبوط يا بيه؟ متشكر يا بنتي. اعدهم يا بيه. جبتي بازار يا زهرة؟ ايوه. برافو ست. ايوه. عايزه اطلب من حضرتك طلب بس خجلانه. ليه يا زهرة؟ بقول يعني لو حضرتك تديني 2 جنيه و75 قرش وتبقي تخصميهم من ميتي اول الشهر. ليه يا زهرة؟ اصل شفت فستان في الدكان اللي جنبنا وعايزه اشتريه. هتقلعي جلابيه؟ ايوه، ما الستات كلتهم عندنا في البندر بيلبسوا فساتين، وهنا كمان في اسكندرية كلتهم لابسين فساتين. أنا بدل ما تغرمي فلوسك يا زهرة، هديكي فستان من عندي وموضبه عليكي. ربنا يطول لي في عمرك كمان وكمان. لابورس أهرام أخبار جمهورية. صباح الخير. يا صباح الفل. عايزة الأخبار والأهرام. إيه ده؟ والنبي معرفتك من الأول يا ست زهرة. ليه؟ أما أنا عبيط بشكل. الفستان. ماله؟ إيه؟ ما كل الستات في البندر بيلبسوا فساتين. مع السلامة يا ست زهرة. سرحان بيه. صباح الخير. أي خدمة سرحان بيه؟ كنت بدور على كتاب. سرحان بيه، بقى حضرتك بتمثلنا في اللجنة وسايبنا كده ملطشة للناس. ليه؟ عساكر البلدية مستقصدين. كل يوم يجوا عايزين يمشوني من هنا. ما تكلمني انا حتى بيه. حاضر. ربنا يخليك لنا يا سعاده البيه.
أنهي دور؟ الرابع. طلع شقة الأستاذ عبد ربه؟ لا، طلع البنسيون. نازلة فيه؟ بشتغل فيه. ده الدور الأخراني، واللي فوق تبع البنسيون برضه. صباح الخير. صباح النور يا بنتي. واحنا مفيش صباح الخير. اسمع، لازم تصالحني مع البنت دي، والا والله هسيب البنسيون. هو حد كان يعمل عمليتك دي برضه يا طلبة بيه؟ استغفر الله العظيم يا رب. واحنا لما نعجز كده وتروح علينا؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. زهرة، شوف مين. تسمعي، بونجور مسيو. بونجور مدام. اوضة فاضية من فضلك. حاضر. يظهر زبون جديد. اسم حضرتك؟ سرحان البحيري. الوظيفة؟ وكيل حسابات شركة الغزل، وعضو مجلس إدارة الشركة المنتخب، وكمان عضو اللجنة السياسية. بص، أوضة سبعة دي أحسن أوضة عندي. ميرسي. مدام، يمكن يتصلوا بيا في الاتحاد الاشتراكي، فبيبلغيني لو سمحتي. حاضر. ميرسي. طزين، عنك انت؟ لا معلش. زهر، ما فيش؟ حمد لله على السلامة. حمد لله على السلامة. تعرف يا زهرة، أنا أول نوبة شفتك فيها حسيت إنك بترجعيني ريحة بلدنا، ريحة الريف اللي اتولدت فيه وتربيت فيه. محسوبك سرحان البحيري. بحيري؟ من فرقاصة. وأنا من الزيادية. والنبي، يعني بلديات؟ بذمتك يا زهرة، مش بلدنا أحسن من هنا؟ الأرض والزرع والناس الطيبين. أنا كنت مشتاق أزور البلد، إنما دلوقتي خلاص، ما دمت هشوفك كل يوم وتفكريني بيه. نورت الدار. اتفضلي يا مدام، اتفضلي. 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 اسمي من فضلك. ماريا كالاس. ايه في باسبور؟ ني. زهرة، أوضة اتنين دي أحسن أوضة عندي. ميرسي مدام. بدون عزك يا مدام، على فكرة عندنا في اللوكاندا زبون سقح من بتوع طنطا اللي بالك فيهم، هسحبولك على هنا إن شاء الله. أيوة شد حيلك. خليها الله يا خوي جاي. تشكر يا خوي جاي. كافيه؟ طلبة بيه؟ عامر بيه؟ البنسيون ابتدى يعمل. امسك خصب عامر بيه. ساعة موت بالشهر ما فيش ولا زبون. اسكندرية خلاص مات. اسكندرية؟ هو في بلد في مصر زيها؟ كان زمان لما كان في خواجات، دلوقتي يرموا الزبالة في الشوارع. ايوه رجعت ريما لعادتها القديمة. اتفضل يا أستاذ، اتفضل. سرحان بيه يبقى وكيل شركة اوه نسيت، قول انت. سرحان البحيري وكيل حسابات شركة الغزل، وعضو مجلس إدارة الشركة المنتخب، وكمان عضو اللجنة السياسية. أنعم أكرم. تشرف. كويس يا ابني إنك درست تجارة. الدولة دلوقتي كل اعتمادها على اقتصاديين زيك، مهندسين. إنما بقى على أيامنا إحنا كانت الدولة بتعتمد على بلاغة الخطباء والمتحدثين. وإيه فايدة الخطب؟ المهم العمل. كان هدفنا يا ابني يا ميه نصح الشعب، والشعب بيصحى بالكلام مش بالمهندسين ورجال الاقتصاد. بالظبط. العموم
لو ما كانش جيلكم قام بدوره ما كانش جيلنا كمان قدر يقوم بدوره. عن اذنكم. اتفضل. مدام. ايوه. اذا حد اتصل بيا بلغيني عندي اجتماع مهم في الاتحاد الاشتراكي. حاضر يا ميسيو سرخان. حاضر. يا اخويا الناس دول بيجتمعوا كتير كده ليه؟ بيقولوا ايه؟ هتقول لنا ايه؟ اسمع احنا مش عايزين نقعد كتير. افهمها اني كنت نازل عندك اليومين دول بدل ما تدور عليا وتجيلي البنسيون. ما كنت قاعد معاها والاسم لك بيت. زهقت منها بقى قرفت. كل ده عشان البت الفلاحه؟ مساء الخير. مساء الخير. كنت فين امبارح يا استاذ؟ حضرته كان بايت بره، قالك؟ ما هو كان بايت عندي. وانتي بقى اللي مسلطه يقول كده يا حلوه. يا صفية اسمعيني بس. الحكايه وما فيها اني مترشح لمنصب كويس. والمباحث والرقابه الاداريه بيتحروا عني. كده؟ يا واد يا خطير. مش وقت الهزار يا صفية. يعني اسيبهم يكتبوا يقولوا ان عايش مع واحده من غير جواز؟ ولا ايه يا علي؟ طبعا. خلاص نتجوز. طب مش بعد الحكايه ما تتم على خير؟ ولا ايه يا علي؟ طبعا. 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 عن اذنكم. فرصة، يلا بينا. يلا. أنا مش قادر أفهم إيه اللي يخلي واحد زيك يربط حياته برقاصة في كباريه. ما بتكلفنيش حاجة. أنا مفلس وهي بتحبني. أنت أي بنت من عيلة تتمنى تتجوزك؟ أتجوز؟ منين؟ اتفضل. جواب من امي في البلد. عايزه 50 جنيه مصاريف اخواتي. منين؟ اقدر انا احوش من ماهيتي المبلغ ده؟ طبعا لا. مش هتعرف. امتى الواحد يبقى مش شايل هم؟ امتى الواحد يبقى عنده فيلا وعربيه؟ كم 1000 جنيه تامن بيهم حياتك؟ انت اصلك غبي. تسمح تقول لي دخلك كام في الشهر؟ اديك وكيل حسابات الشركة. استفدت ايه؟ وعضو مجلس الإدارة. جد عليك ايه؟ ولا حاجة. زي ما أنت. وهتفضل زي ما أنت. طول ما بتضيع وقتك في الخطب والاجتماعات وحل مشاكل العمال. أنت مش عارف تحل مشكلتك. فوق لنفسك. الأسعار بتطلع. والمرتبات بتنزل. والعمر بيجري. العمر بيجري يا سرحان. ايوه تسلم ايديك. عنك انت. العافية يا سرحان. قولي سرحان بس. العين ما تعلاش على الحاجة. ده انا العين وانت الحاجب يا زهرة. عشانك انت جيت البنسيون برجليا. ضحيت بكل حاجة بره. وحبست نفسي في الأوضة دي. سي سرحان، خلينا بلديات أحسن. إحنا بلديات. وهنبقى أهل وقرايب يا زهرة. قولي لي يا زهرة. إيه اللي جابك من الزاوية دي للبنسيون؟ الرزق. اللي جابني أنا. انت يا زهرة. لا يا سي سرحان لا. يلزم خدمة؟ تصبح على خير. فلوس عنده 100
فدانه عربيه شيلها شيخ العرب. اتفضل يا سعد البيه. اتفضل يا بيه. البيت بيتك. ميرسي. الاسم حسني. حسني علام. تحب تشوف البطاقه؟ عيب يا بيه، انت فوق الراس. زهرة، اوضة 9 دي احسن اوضة عندي. كده احسن اوضة. ها؟ مع السلامة يا بيه. الحساب من فضلك. ايوه. اتفضل. حضرتك عايز حاجة تانية؟ لا ميرسي أوي. إلا قولي لي أنت اسمك إيه؟ اسمي زهرة. قولي لي يا زهرة، في حد غيري هنا في البنسيون؟ اتنين رجالة وجدع شاب زي حضرتك. ولا يهمك، مش هياخدوا بالهم أبداً. مش هياخدوا بالهم من إيه؟ هو صحيح جوزك بيشتغل هنا؟ أنا مش متجوزة. تبقي متطلقة؟ ما اتجوزتش علشان أتطلق. ولا يهمك، متجوزة، متطلقة، بنت، كله كويس. ليكيكو. طيب ماليستا ماليستا في خريستوبولي. في خريستوبولي. دول 50 جنيه من حسابي. ودول 600 جنيه، لو سمحتي تشيلهم لي في الامانات. ماليستا. لا في الامانات مش في الماليستا. حاضر. حاضر. استنى يا استاذ. اتفضل. وتشك. هو البي نازل معانا في البنسيون؟ هو البي معانا في البنسيون؟ ايوه. مش نتشرف بالمعرفه؟ نتشرف. سرحان البحيري، وكيل حسابات شركه الغزل، وعضو مجلس اداره الشركه المنتخب، وعضو لجنه العشرين. فرصه سعيده. اسمع نصيحة زي ما بقول. بقول لك اسمع نصيحتي. اسمع نصيحتي. ابعتها بيت امها تقعد لها يومين، هتعرف قيمتك وترجع تبوس رجلك. اسالني انا. صنف الستات دول تديها تمشي كويس، تزود العيار تمشي احسن. اهلا ست زهرة. خد. اصل مراته ست صعبة قوي من دون الستات كلتها. لا يا شيخ، واذا كان في حد يستاهل الضرب بقى يبقى الرجالة اللي زيك. اسمعي بس زهرة. زهرة كويس اني قابلتك. ايه ده؟ مش عارفة اتلم عليك ولا اتكلم معاكي. اسمعي، هستناكي بالليل في الأوضة لما يناموا بتعالي. ليه؟ عايز اقول لك كلام كتير. والكلام الكتير ده ما يتقالش الا في الاوضه؟ لا ابدا، نتقابل في اي حته. ايه رايك نتقابل الساعه 3 في جنينه الشلالات؟ هي قريبه من هنا. اخلاقي اي حاجه المدام وتعالي. خلاص. اقفل الباب. هتيجي؟ النهارده انا اسعد انسان في الدنيا. سايق عليك النبي، قول لي عايز مني ايه؟ انا سبت الدنيا كلها وجيت لحد عندك ولسه بتساليني عايز منك ايه؟ بس انا ماليقش لمقامك. انت من طوب واني من طوب. يا زهره اني فلاح زيك وعيلتي زي عيلتك بالظبط. بس انا خدامه وانت بيه ومقامك كبير. ما تقوليش كده يا زهره، مفيش كبير وصغير، محدش احسن من حد. خايفه. لا ما تقوليش حاجه. تعالي. اقعدي. زهرة انا مستعد اعمل اللي انت عايزاه. نسيب البنسيون سوا ونتجوز. يا سي سرحان فكر بس الاول. انا فكرت خلاص. انت
تيجي لي بالليل الاوضه ونتكلم في الموضوع. لو النبي بلاش حكايه الاوضه دي، لحظه متهيألي ان كلهم عارفين. ولا يهمك، بكره نسيب البنسيون ونتجوز، واللي عايز يتكلم يتكلم. لا، اذا قدرت ابقى اشوفك بره. استني بس. فوتك بعافية. ازيك يا ست هان؟ الله يسلمك. حضرتك مش فاكراني؟ لا، أنا اللي سألتك على تمن الفستان. آه، واشتريتيه؟ اسم الله على مقال، ماني لابساه أهو. طب مبروك. قف للشمال، در. حضرتك مدرسة؟ آه. والنبي لو ما كانتش عيبة كنت قلتلك علميني معاهم. معاهم؟ أنا بدرس لناس كبار زيك، لما تنوي ابقي تعاليلي. فين؟ أنا ساكنة في شارع نوح نمرة 11. شارع نوح نمرة 11. طب واسم حضرتك؟ عليا. عاشت لسامي. واني اسمي زهرة. طيب يا زهرة، مع السلامة. مع السلامة يا ست. لليمين در، معتدى المرش. اهلا سعادة اللواء. اهلا بيك يا مدام. ازيك يا بيه؟ تفضلوا. انا جبت ورق عشان ينزل عندك. بيته سعادة اللواء، بيته. اخوك كان تملي ينزل عندي قبل ما يتنقل مصر. يا منجي. معلش، اسكندرية تملي حظ وحش. متشكرة يا مدام، انا عايزك بقى تختاري اوضة كويسة. احسن اوضة عندي. تفضل. زهرة، هاتي الشنطة من السويش. ايه الحكاية؟ واحد من الاتحاد الاشتراكي، واحد اخوه لواء بوليس، نكونش وقعنا في وكر جواسيس. زهرة؟ نعم. غيري ملايات، جيبي كاس مخدات من مخزن. حاضر. سعادة اللواء، قهوة، قهوة سادة. حاضر، مع مصروف شوية وانزل اخذ القهوة وياكي. معلش. تعال. انت وعدتني وعايزك تنفذ وعدك، سامعني؟ ما تفتكرش ان البوليس هيكون نايم عنك اكمنك جيت اسكندرية. مفيش داعي انك تحرجني تاني. خليك راجل، قدر المسؤولية وقدر مركزي. هتلاقيهم برضو هنا في اسكندرية ولهم خلايا، لكن تأكد ان كلهم تحت مراقبة البوليس. طبعا هم هيحاولوا يتصلوا بيك. هتعمل ايه؟ مش هيتصلوا بيا، هم عرفوا اني ما بقتش مؤمن بالافكار دي. انت فاكرهم ابطال؟ انا عارفهم احسن منك. شويه جعجعه وشويه جمل حافظينها يتفلسفوا بيها علشان يبانوا انهم مثقفين. وعدتهم زي قعده الحشاشين، استاذ جامعه، كومساري، تلميذ خايب، مالك انت ومالعك كده؟ طبعا انت عارف انا تعبت قد ايه علشان انقلك اسكندريه وابعدك عنهم. قدر بقى عشان ما تجيبليش في الاخر ضغط دم واروح فيها. ارجوك عاملني كراجل، انا مش عيل صغير. اتعشم انك تكون راجل. خلاص الاوضه، اي خدمه تانية؟ حضرتك بقى موظف ولا لسه تلميذ؟ بشتغل مذيع في اذاعه اسكندريه. اه، يعني اتخرجت السنه دي؟ لا، من 4 سنين. من 4 سنين؟ اتخرج من 4 سنين، ما فكروش يوظفوك الا السنه دي؟ لا، انا كنت بشتغل مذيع في صوت العرب. واتنقلت اليومين دول اسكندريه. اه كده. ايه الوخامه دي؟ ايه جرى ايه؟ انت شارب ايه امبارح؟ طافيه؟ لا، انت كنت معانا؟ دلوقتي اسمح لي اقدم نفسي. انا طلبة مرزوق، وكيل وزارة بس سابقا قوي قوي، وحضرته الأستاذ عامر وجدي، صحفي أديب
قديم قوي ما توقعش عليه. الحمد لله على السلامة يا ابني. الله يسلمك. وحضرته الأستاذ سرحان البحيري وكيل حسابات شركة الغد وعضو في مجلس الإدارة المنتخب وعضو في اللجنة السياسية. شرفتنا يا أستاذ منصور. شكرا. وحضرته اللي بينام قدامك ده الأستاذ حسني علام، رجل غلبان من الأعيان ما عندوش إلا 100 فدان بس. أهلا. لكن انتوا ما طبقش عليكم قانون الاصلاح الزراعي يا حسني بيه. والله انا بابا ساب لي 100 فدان وما تمسوش. والله الحكومه طيبه. انت لوحدك عندك 100 فدان وانا عيلتي بحالها ما عندهاش غير 5 فدادين بس. طب انت عيلتك عندها 5 فدادين؟ في مليون عيله ما عندهمش ولا قراط واحد. ما تزنش على الراجل، لا يصحى الصبح يلاقيهم متاخدين منه. على اذنك يا استاذ منصور، كان بودي اقعد معاك شويه لكن متاسف عندي اجتماع مع اللجنه العماليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا للاجتماعات اللي ملهاش اخر. سبحان العاطي من غير مناسبه. السلام عليكم رجاله. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي خليكم عليك. ازي حال الشغل؟ الحمد لله كويس. حديد؟ حديد يا فندم. الحمد لله. جدول الأعمال النهاردة فيه أولاً بحث شكاوى العمال، ثانياً التنظيم السياسي في المصنع، ثالثاً تطبيق سياسة الحد من الإسراف، رابعاً. السلام عليكم. الأستاذ سرحان وقته يسمح بخمس دقايق عشان حاجة مهمة. حاضر. يعني شكرا. اتفضل. دلوقتي بقى عايزين نتكلم في الجد. نتكلم. شوف يا سيدي، انا المهندس المختص وانت المشرف على حسابات القسم، سواء اللوري مضمون والغفير مضمون. كل ما في الامر انهم مش مصدقين انك هتبقى شريك معاهم وعايزين يقابلوك عشان يطمنوا. ايه رايك؟ عارف يعني ايه اننا نبيع حمولة لوري غزل في السوق السوداء؟ يعني هتحل كل مشاكلك المالية مع عائلتك ومع صفية وتعيش بقى يا اخي. عملية مأمونة 100%، نقدر نعملها 3-4 مرات في السنة. ها تقابلهم؟ هخلص من الاجتماع ده واجيلك نتكلم شوية. فضل. نبدا بمشكله الحد من الاسراف. الغدا يا سي منصور. شكرا. بالحق المدام بتقول لحضرتك انهم الليله دي هيسهروا في البناسيون عشان يسمعوا الست ام كلثوم. كده؟ ايوه. طيب. مش عايز حاجه تانية؟ كتر خيرك يا زهر. العفو. دخلتي عنده ليه؟ كنت بقدم له الغدا. بعكسك؟ بالعكس، ده اطيب واحد فيهم. تعالي. لا لا لا، انا احسن حد شفته. عايز اتكلم معاك. بره. أشوفك برا. يا سلام يا ست، يا سلام يا سلام. أم كلثوم ما غنتش في حياتها زي ما غنت للثورة. إحساسها بالثورة هو كل حاجة تقلبها سياسة. الظاهر إنه إحساسك ده لأنك بتشارك في العمل السياسي. عندك حق. من هيئة التحرير للاتحاد القومي للاتحاد الاشتراكي.
انما ما اشتغلتش في السياسه قبل الثوره. وانا في الكليه كنت عضو في لجنه طلبه السعديين، ولما اتخرجت انضميت للوفد لحد ما جت الثوره، انضميت لهيئه التحرير. استاذ سرحان، انت امنت بالاشتراكيه قبل الثوره ولا بعد الثوره؟ في الحقيقه انا امنت بالاشتراكيه مع الثوره. يا سلام يا سلام. على كل حال يا اخويا كلنا هنا بنحب الثوره، حتى زهره. مش كده يا زهره؟ مش انت كمان بتحب الثوره؟ ايوه. شوف، صحيح انهم احالوني على المعاش قبل الموعد، وصحيح انهم لغوا رتبه البهويه بتاعتي، وصحيح كمان انهم فرضوا علي الحراسه، لكن كل ده في سبيل مين؟ في سبيل الشعب. علشان كده كلنا نحب الثوره. مال الصداقه صحيح. الو الو، اي مين؟ حاضر، تليفون من مصر عشان حضرتك يا استاذ منصور. عشان انا؟ اي الله يا سيد. الو، ايوه، وده حصل امتى؟ اللي شفته بنسيون ميرامار في محطة الرمل جنب محل اتينوس. طيب، مع السلامة. اذنك يا عضو اللجنة. زهرة، شيلي كل بكرة تغسل. كلمي اختك. كلمي اختك. اقعد معاك شوية، مش جاي لي نوم. لو النبي اطلع اوضتك والنوم هيجي لحد عندك. حرام عليك اللي بتعمل ايه فيا ده؟ زهرة، زهرة انت بتعذبيني. مش وقت الكلام ده، ما تودينيش في داهية. بتخافي وانا معاكي؟ ما اقصدش. كفاية بقى، تعالي تعالي نقعد نتكلم. عايزين نشوف هنعمل ايه. زهرة، زهرة انت مش بتحبيني زي ما بحبك. مش
تستاري يعني. خلاص يا زهرة، انت خليتيني انسان تاني. بقيت مش عايز اسيب بنسيون لحظة عشان ما بعيدش عنك. زهرة. انا كنت بطلب من زهرة تصحيني بدري. قوي. زهرة. صحي مسيو سرحان بدري. حاضر. متشكر يا زهرة. تصبح على خير. وانت كمان. زهرة. انا شايف انت واخد بالك كتير من مسيو سرحان. ده كويس كتير، كويس كتير. بس في كمان حسني بيه، طلبة بيه. انت تاخد بالك منه عشان هما يجوا مبسوط. طولة صغنية. عندهم فلوس كتير. مش احسن يصرفوا فلوس في بانسيون بدل ما يصرفوا برا وانت يجي عندك فلوس كتير. انت فاهم كويس جدا يا زهرة. اسمعي مدام، انت عارفاني كويس من زمان. انا جاية هنا علشان اشتغل وبس. خلاص يا زهرة. بس انت كمان يجي جد مع مسيو سرخان. والنور ثم الذين كفروا بربهم. عجبك اللي حصل؟ في ايه؟ كلمة رفيش مش هزعل. هجيلك الساعة 3. صباح الخير يا بيه. اهلا. والنبي يا سرحان بيه، انا كنت عايزك في خدمه كده. اصل عرفت ان حضرتك نازل اليومين دول في البنسيون وعايز اخد رايك في ناس. ناس مين؟ زهره. مالها؟ بتعرفها؟ لا، دي زبونه عندي. كنت بفكر اطلب ايدها من المدام. وهي رايها ايه؟ لسه ما فتحتهاش في الموضوع. انما في جو بينكم يعني، بتستلطفوا بعض. انا بستلطفها ان هي ما اعرفش. بتتقابلوا بره؟ ها، قول ما تتكسفش. لا يا بيه، هي مش وش الحاجات دي. انا طمعان بقى ان حضرتك تتوسط لي في الموضوع ده. اه قوي قوي. يعني استنى الرد من حضرتك ان شاء الله. سلام عليكم، مع السلامه. طيب اذاكر اذاكر. انا نازل المحطه اللي جاي يا اخي. ما تبطلوا شغل الشعباطه ده. وايه يعني مش شعباطه المحطه؟ استاذ سرحان. الغفير والسواق موجودين عندي. خليهم يجوا. عندي لجنة مع المهندس علي بكير، ما تدخلش حد. حاضر. ايوه يا فندم. هم موجودين عندي. حاضر، هبلغهم ان حضرتك بتطمنهم. اي اوامر تانية يا فندم؟ مع السلامة. السواق جلال، الغفير سعيد. اهلا وسهلا. مش عايز اكرر اللي قاله الباشمهندس. وانتوا ما انتوش غرب. العملية دي زي ما سمعتوني وانا بتكلم مكلفانا بيها شخصية كبيرة ومهمة. في الحقيقة بيه، ساعة الباشمهندس بفتحني في الموضوع ده أنا بصراحة كنت رافض.
اعذرني يا بيه، اصل الواحد مننا مش متودج على الحاجات دي. لكن بقى الباشمهندس لما قال لي ان سعادتك هتقابلنا بنفسك انا اطمنت. احنا لسه نعرف حضرتك يا بيه، صيتك وصلنا وزي ما تقول نعم. كل اللي عايزه منكم يا رجاله ان الموضوع ده يفضل سر بيننا احنا الاربعه والشخصيه المهمه. طبعا يا بيه. طبعا. دلوقتي اتفضلوا على شغلكم، باشمهندس علي هيبلغكم تعليمات. مع السلامه. الله يسلمك يا بيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الشخصية المهمة دي أي حد؟ طب وليه؟ أولا عشان يخافوا يبلغوا عننا، تاني حاجة عشان العملية بدل ما تتقسم على أربعة تتقسم على خمسة. يا ابني ليه؟ اطلع. ايه اللي حصل؟ المدام بتعايرني. بتعايرك بايه؟ انها عارفه اللي بينا. طب وماله؟ ولا يهمك منها. بس دي وليه مش دغري. ازاي؟ افهم بقى. مش فاهم. قال ايه؟ عايزه احبك، احب كل رجال زيهم. بقى كده؟ ده انا كنت ههرب بالليل، وبعدين رجعت فكرت وقلت اما اقول لك الاول. اسمع يا زهر. نعم. احنا نسيب البنسيون ونروح نقعد في حته تانيه. فين؟ نشوف شقه صغيره دلوقتي لحد ما نتجوز ونبعد عن ماريانا والناس وكلامهم. كان اهون عليا اكون جاريه للراجل العجوز ولا اهربش من البلد علشان انت مش واثقه فيا. ترضى لاختك تقعد مع واحد من غير جواز؟ ما اقصدش. انت عارفه ان الجواز محتاج لترتيب وفلوس، وانا اليومين دول مش مستعد. انا قدامي مشروع كبير، أول ما يتم هتتفك الأزمة وأخد لك شقة كبيرة وأفرشها لك ونتجوز. خلاص أستناك لحد بالك ما يروق. بس أنا مش هبقى مطمن عليكي في البنسيون بعد كده. ما تخافش علي، أنا أقدر أحمي نفسي في أي حتة. طيب. لازم نايمة. اسمعي، مالكيش دعوة بيها، خلي اليومين دول يعدوا على خير لحد ما نمشي من هنا. حاضر. وصلت بالسلامة. عايز تسيبني حضرتك؟ شايفني ايه؟ لعبة في ايديك؟ عيالة هتضحك عليا؟
ما طلت اخويا. ايوه يا صفيه الناس نايمين. نايمين؟ خليهم يصحوا عشان يتفرجوا. تصرفي فلوسي واخرتي عايزه تضحك عليا؟ ده بعض. امشي اخرجي من هنا. المواريتك يا بلطجي اللي كنت عايش على عباية. بس اوعى كده بقول لك اوعى ايدي. من فضلك دي بانسيون محترم. محترم؟ ومسكنه يا فندي الغزو ده عندك يا اختي؟ بلاش دوشه لا تجيب بوليس. بوليس؟ شله يا بوليس. هو فين يا اختي البوليس عشان يرجع لي فلوس؟ امشي يا بلطجي. بقول لك كنت حاسه انك خايف خشوش. ابعد عني انت رخايه سحتانه لكن العيب مش عليكي. انا تسيبني عشان البنت المقشفه دي. انا مقشفه يا مبادره واحمر انا عامله زي عريس المولد. اوعى يا بابا. اقول لك ايه مواريتك ما بقاش انا صفيه. ايه بس تعالي يا هانم هدي اعصابك. تعالي تعالي معايا. هيستاهلها فلوسها دي كمان. تعالي بكره نشوف. عربيتي تحت اوصلك بيها. تعالي يا تعالي. ايه يا جماعه ايه يا مدام مريانة ايه اللي حصل؟ سمطه سمطه. كنت خطبها زمان وبعدين سبتها. جاي هنا اتشهر بيا عشان اخاف من الفضيحه وارجع لها تاني. دي فيلجير خالص. كويس انت ما جوزتوش. طب وايه اللي دخل زهرة في الموضوع؟ جيت اخلص بينهم مسكت فيا. خلاص يا جماعه اعتبروا الموضوع منتهي. اتفضل. دوت فلاح عفري. انا عارف ايه اللي لمك عليه. هو خطيبك؟ متشكرة قوي. وده معقول اسيبك كده؟ انت لسه عصبية؟ لا خلاص بقيت كويسة. لو النبي لسه عصبية؟ حتى شوفي. ما تفتح. ايه يا حسني بيه؟ اوعى يكون يملك دوسة في السكة. لا طمني يا مدام. حليتي المشكلة من جذورها. برافو. طبعا. برافو. ليتي من جذورها. جذورها؟ خلاص يا زهر. الست دي مش هتتعرض لك تاني ابدا. اديتها على دماغها مظبوط. متشكرة. هي قالت لي في السكة انها ظبطتك مع سرحان وحاجات كده. بس والله ما رضيت اقول لمدام ابدا. بقول ايه؟ مش لما تعرفي واحد. تعرف واحد عنده عربية ياخدك يفسحك فيها مش تبهدلي معاه البهدلة دي كلها. في حاجة للغسيل يا أستاذ عامر؟ لا يا بنتي. زهرة. نعم. أنا كنت عايز أقول لك حاجة. في جوه البنسيون شبان. الشبان دول يا بنتي غاويين هزار تسالي. ساعة الجد تدوري عليهم ما تلاقيهمش. حضرتك خايف عليا زي ما اكون عيله صغيره؟ لا زي ما تكوني بنتي. وانت كمان زي ابويا ما تخافش عليا. في حاجه للغسيل يا سي منصور؟ اه في يا زهر. خليكي انا هجيبه. أنا زعلت قوي عشان اللي حصل النهاردة. هي صحيح خطيبة سرحان؟ يمكن. وانتي بينك وبين سرحان حاجة؟ ما فيهاش حاجة. أنا زي أخوكي وبعزك وعشان كده بسألك. هو طلب مني إنه يتجوزني. أوعى يكون بيضحك عليك يا زهرة وناوي يغدر بيكي. ويضحك عليا ليه؟ ده جدع كويس وابن حلال وكمان بلديات. وامتى هتتجوزوا؟ كل شيء بأوان. اتمنى لك الخير يا زهر. كتر خيرك يا سيدي منصور. صباح الخير يا استاذ سرحان. صباح النور. عملت لي ايه؟ حصل ايه في الموضوع اللي كلمتك عليه؟ موضوع ايه؟ زهرة. انا فتحتها في الموضوع. بتقول انها مش عايزه تتجوز دلوقتي.
يظهر انها مخطوبه لواحد من بلده. ولا يهمك، انت راجل كسيب وتتمناك 100 واحده. معلش. ايه خير؟ ايه حكايه الفضيحه اللي عملتها لك صفيه دي؟ دي طلبتني بالليل وقلبت دماغي. سيبك منها، كويس انها غارت من وشي. نتكلم في الاهم. شوف بقى يا سيدي، في 4869 بلد غسل هتتعب على دفعات. مطلوب اننا نخصم الكميه دي من دفاتر التكاليف، وبعدين نخصمها من دفاتر المخازن. كويس؟ هايل. هات لي قهوه على الريحه. هات. عارف مين السبب في كل المصايب اللي احنا فيها دلوقتي؟ مصايب ايه؟ بلاش استعباط بقى، مصايب اللي في بلدنا. مين؟ سعد باشا. قعد يسب في الملك ويشتم في الانجليز ويقول ثورة وديمقراطية علشان الناس تسقف. من ساعتها والناس قاعدة تسقف على أي حاجة. الله يرحمه، كان وطني وكان ثائر وكان أمين. فاحنا نغير دفاتر الوارد، نشيل الكمية دي من الأصل، وبعدين نحسفها من دفاتر الصدر. بص، عنده 100 فدان وبيدور على مشروع تجاري عشان يعمله. على ما يلاقي المشروع هتكون النسوان خدت فلوسه. الو المحطه، من فضلك ديزي الساعه 11 وصل ولا لسه؟ زهرة من ربع ساعه بس. طيب طيب، متشكر متشكر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اوضه من فضلك. ايوه. اسمك؟ دريه. بطاقه؟ اتفضل. ميرسي. هتقعدي قد ايه؟ لسه مش عارفة. أوضة نمرة 7. أحسن أوضة عندي. ميرسي يا مدام. اتفضل. عزيزتي دريه، الحمد لله على السلامة. سأنتظرك بعد نصف ساعة أمام باب العمارة. إيه اللي حصل بالظبط؟ البوليس هاجم البيت، ظبطوا شوية منشورات وقبضوا على الكل. سابوني في الآخر لما فوزي قال لهم إني ماليش دعوة بالاجتماعات دي. وفوزي؟ كلهم اتقبض عليهم. بيقولوا في مصر ان اخوك ليد في العمليه دي. بيقولوا كمان ان البوليس ما كانش يعرف اسامي افراد الخليه، وان في حد ارشد البوليس عنه. دريه، تقصدي ايه؟ دريه كلميني بصراحه. ايه، هيطلعوا اشاعات جديده؟ لما كنت معاهم قالوا اني بتجسس عليهم. لما سبتهم قالوا ان اخويا هو اللي طلب مني اسيبهم. دلوقتي بيقولوا ايه؟ ان انا اللي بلغت عنهم؟ لا يا درية، انا مش آلة بيحركها اخويا. درية، مش انا اللي عامل كده. ما تنسيش انك اول حب في حياتي، فاكرة؟ صحيح ان فوزي كان ظروفه احسن مني واتجوزك،
لكن ده ما يمنعش اني لسه بحبك. برضو هتسافر؟ بكرة الصبح. كنت أحب تقعدي معايا يومين كمان. أحب أكلمك في التليفون. أشوف وشي بخير. زعلانة مني؟ دي واحدة كنت أعرفها اضطريت أكذب وأقول إنها كانت خطيبتي. كنت بتهواها. أنا ما حبيتش غيرك أنت يا سارة، أنت وبس. لو النبي لحسن حد يطب. وفيها إيه؟ أنت مش مراتي؟ اللي بينا يا زهرة أكبر من الورقة اللي بيكتبها المأذون. اللي بينا حب. وآخرة حبنا إيه؟ هنتجوز يا حبيبتي. تعالي. خلاص يا زهر. كلها شهر. شهر واحد بس. والمشروع يتم. والفلوس هتيجي. وناخد شقة. ونتجوز. حرام اللي بنعمله ده. احنا مش بنحب بعض. لما نتجوز. خلاص نتجوز دلوقتي. اسمعي يا زهر. انت مؤمنة بالله وانا كمان. نتجوز زي كل المسلمين ما كانوا بيتجوزوا زمان. كانوا بيتجوزوا ازاي؟ اعلم بيني وبينك دلوقتي انك بقيتي مراتي على سنة الله ورسوله. كده من غير شهود؟ ربنا هو اللي شاهد. اصلنا ما نقدرش نتجوز دلوقتي طول ما احنا قاعدين هنا في البنسيون. ليه؟ انت عارفة كلام الناس. اسيبهم يقولوا انك اتجوزتك وسايبك تخدمي. ليك حق. زهرة. زهرة أنا مستعد أجوزك دلوقتي حالا. بس مش عارف أعمل إيه. ولا حاجة. نصبر. أنا هعمل كل اللي أقدر عليه علشان ألاقلك وما تخجلش مني. تصبح على خير. كيكو أرام أخبار جمهوريا. صباح الخير. على فكرة يا ست زهرة أنا غيرت رأيي، الرجالة هم اللي يستاهلوا الضرب. نتصالح بقى. حقك علي. خلاص مصالحاك. وهتبقي تيجي تاخدي جرايد؟ طيب ربنا يسعدك. قولي من فضلك نمرة 11 فين؟ اهو يا ست. ده هو كتر خيرك يا اخويا. علشان خاطرك يا زهرة هديكي 3 حصص في الأسبوع ب2 جنيه في الشهر. غالي يا ست عليا والطلب رخيص. ده انت لو طلبتي عنيا قدهم لي. تسلمي يا زهرة. استأذن انا بقى. طب مع السلامة. اختي هتخليك تقري وتكتبي في مسافة شهرين. ربنا يخليها. وانت يا حمادة تبقى تديها كتبك القديمة بدل ما تشتريهم. حاضر. كتر خيرك يا ست عليا. كتر خيرك. بصوار يا مدام. بصوار يا عمير بيه. فين زهرة ما؟ زهرة مسؤول مش فاضي دلوقتي. زهرة زي ما بتقولوا ايه؟ بعد ما شاب
ودوكوا التاني مش كده؟ لا يا كده يا زهرة. زهرة زهرة كلمي يا عمر بيه. نعم. ايوه يا زهرة، انا جبت لك هنا كراسين وقلم رصاص. انا عمري ما هنسى جمايلك يا عمر بيه. جمايل؟ انت زي بنتي بالظبط. يجي عليا بعد ما هتخلصي الواجب هبقى راجع معاك. كتر خير. تصبح على خير يا بنتي. وانت من الاهل. خير يا زهرة. مساء الخير. انت ما معكش مفتاح؟ معايا. قولي لي يا زهرة، ازاي حال التربية والتعليم؟ كويس. اتعلمي يا بت، اتعلمي عشان ما تبقيش جاهلة زيي. من طلب العلا سهر الليالي. واغسل يديك قبل الأكل وبعد. العلم نور، العلم فريكيكو. صفية تف على وشك وتضربك بالجزمة. سكران دخل اوضه زهرة وتهجم عليها بالاب. صوت انت عايز تطفي الزبائن؟ بنيم بنيم. مبروك. الله يبارك فيك. ايه خلاص مش هتبيع جرايد؟ هنبيع جرايد ومجلات، وعشان خاطرك كتب وكراس للمدارس كمان. بس ناقصنا واحدة تقف معايا وتساعدني. هات راجل أحسن. زهرة اسمعي بس. أهرام جمهورية. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. حضرتك نازله عندنا ان شاء الله؟ ان شاء الله. عنك انت. اتفضلي. النهارده في اكله سمك على البحر. عنك انت. سعيد يا زهر. سعيد. اجهز لك الغدا؟ الحقيقه انا نفسي النهارده في اكله سمك على البحر.
متشكر. مالك؟ أحس إني بخونه. شوف أنا فين؟ بتفسح معاك. وهو هناك في السجن. أنا مش عايزاك تتعذب معايا. نبعد عن بعض أحسن. مش يمكن ربنا عمل كده عشان يجمعنا تاني؟ فاكرة إزاي ما كناش بنسيب بعض؟ كنا بندخل المدرج سوا. ونذاكر سوا. ونزوغ سوا. اسكندريه تاني. ما تخليناش نندم يا منصور. منصور خلينا عاقلين. بحبك يا دوري. لازم نشوف حل. نخطي خطوه وما يهمناش حاجه. نعمل ايه؟ لو فكرنا بعقل مش هنلاقي قدامنا غير حلين. نسيب بعض او تطلبي الطلاق. طلاق ونبتدي حياه جديده. تنسي انك اتجوزتي وكاننا لسه متخرجين من الجامعه امبارح. حاولي تزوري في السجن او اكتبي له جواب. صارحيه بكل حاجة بينك. خايفة يرفض. أبداً، ده إنسان مثقف وفاهم الدنيا كويس وعارف إنه في السجن وإنك لوحدك برا. هيقدر صراحتك ويوافق على الطلاق. فين بعد ربع ساعة؟ طب أنا هجيلك. مع السلامة. سعادة البيه، مساء الخير يا سعادة البيه. اسمع، جات لنا تعليمات ان العمليه تتنفذ اول الشهر. حاضر يا سعاده البيه. خد بالك. حاضر يا سعاده البيه. افتح. حاضر. ايه
دوري واحد من دول يحل كل الأزمة. مساء الخير يا رجالة. أهلا سعد. آه زي الحال. كويسين؟ الحمد لله. بنفسك صحتك. أهلا سرحان. ازيك يا راجل؟ الحمد لله. وزي حال الشغل؟ الحمد لله، كل شيء ماشي كويس. بتأيد حركة دخول وخروج اللواري في الدفتر ده؟ احنا بنأيد بس أوامر الصرف اللي بتجيلنا من الحسابات. سيجارة؟ كده أحسن، عشان أحطم الروتين، ولا إيه؟ هو معجز الحكومة إلا الروتين يا سرحان بيه. معلش، خطوة خطوة. سلام عليكم. مع السلامة. سلام عليكم يا رجالة. سلام عليكم. عدنا الساعة 8. ما تأخرش. طيب. أهلا وسهلا. أهلا. ترى زهرة عاملة معاك ايه في الدرس؟ ماشية كويس. أظن ما هتعباكي. بالعكس، دي متحمسة جدا. مساء الخير. اهلا. مساء الخير. نفسي في حصه واحده من المدرسه دي، هي تعلمني حساب وانا اعلمها الفريكيكو. لكن دي مش محتاجه، بتاخد ما هي وبيطلع لها من الدروس الخصوصيه حوالي 30 جنيه في الشهر. ابوها عنده عمرتين. اسمع، انا لو منك يا انثى اتجوزها قبل ما تتجوزها الحكومة وتتجوز أبوها. يبقى 28. برافو يا زهرة، اكتبيها. أشوف مسألة كمان؟ اتفضلي. عشرين جنيه ودروس خصوصية أقول 30، أمرة في كرموز وأمرة في الرمل. إيه رأيك في مشروع الجواز ده؟ عارفي برضو؟ لا، جواز حقيقي. طب ما العملية هتتم وهتجيلك الفلوس. وماله؟ زيادة الخير خيرين، في صحة عليا. وزهرة؟ زهرة خسارة. الستات علي نوعين، واحدة زي زهرة تحبها وتتمنى تتجوزها وتقضي عمرك كله معاها، بس ما توصلكش الحاجة ويمكن تشدك لتحت. واحدة ما تحبهاش انما ترفعك لفوق وتوصلك للي انت عايزه، واللي زي دي تجري وراها وتروح لها لحد البيت برجليك. صحت عليا. احنا لنا الشرف، بس لازم ناخد رأي بنتنا، مش كده؟ طبعا.
طبعا يا فندم. حاب ارد عليك. طب يا فندم استاذنك. ما هو بدري. معلش، اصل عندي اجتماع مهم في اللجنه السياسيه. كده؟ ربنا يوفقكم يا ابني الخير البلد. شكرا قوي. السلام عليكم. اتفضل. خليك يا فندم، ما تتعبش نفسك. مع السلامة. شكرا. أهلا يا فندم. مع السلامة يا ابني. شرفت وأنست. في واحد جه خطبك من بابا. صارك لحد دلوقتي مستنياك اجهز لك العشاء. انا اتعشيت برا. يا ده احنا بقالنا يومين ما اتكلمناش مع بعض. توك ما افتكرت. اعمل لك ايه؟ ما هو انت اللي مصممه نقعد كده. نقعد زي المتخاصمين ما نتكلمش. ما هو انت مش فاضيه لي. مشغوله في البنسيون، في الدروس الخصوصيه والمذاكره. بتعلم علشان ابقى زي كل الستات وما تخجلش مني. تصبح على خير. سرحان. بس مش عايز الجوازة دي بقى تشغلك على المشروع بتاعنا. ما تخافش. شرفتينا يا ماما. الله يحفظك. أول مرة شفت حضرتك ما صدقتش إنك مامت علي. افتكرت إنك أخوات. يا أخويا ما راحت علينا، بركة فيك أنتوا بقى. أنا سعيد بوجودكم قوي. ميرسي يا ابني. على فكرة ما فيش داعي إن زهرة تعرف موضوع الخطوبة. ليه؟ أصلها غلبوية، تحب تتكلم كتير. هيتهيألها إنها سبب في الجوازة وهتدوشني. على رأيك. حتى ما فيش داعي تيجي البنسيون. كله رجالة، أول ما بيشوفوكي بيتلموا عليكي زي اللي ما شافوش الستات. خليها تشوف لها مدرسة تانية. منصور موجود؟ أيوة يا بيه، اتفضل. ثانية واحدة هندهولك. استنى أنت، أنا هطلع. ما تلعب يا طلبة بيه. ايه الراجل اللي هو اللي طالع نازل زي مكوك؟ هو فاكر روحه فين؟ في بيت ابوه؟ طبيعتك راحت. ايه اللي خليها تجيلك البنسيون؟ انا كلمتها. وانت لو طلعت تروح لجوزها في السجن وتطلب منه الطلاق؟ ايوه. ليه؟ عارف تتجوزها؟ انا حر. انا مش صغير. كفايه. كفايه كده. يعني يرضيك وانا في السن ده يتهز مركزي في الوزاره؟ يرضيك انت اللي بتعمله فيا؟ خليتني تايه مش عارف بعمل ايه. منصور مفيش وقت نتعاتب. انا عايزك تيجي معايا الرئيس مباحث وتكذب الواقعه دي. عشان خاطر يا منصور انا اخوك الكبير وفي منزله والدك. مفيش داعي تحرجني في الوزاره قدام الناس. يلا بينا.
الو. ايوه يا فندم موجود، دقيقه واحده. استاذ منصور. ايوه يا زهره. تليفون عشان حضرتك. شكرا. الو. اهلا. انا بكلمك من المحطه اللي لسه واصله دلوقتي، عندي لك مفاجاه كده. طيب استنوني في البوفيه، مع السلامة. منصور اتأخرت كده ليه؟ أنا بقيت حرة يا منصور، بقيت حرة. كتبت لفوزي جواب، حكيت له على كل حاجة. وافق يا منصور، وافق. مالك؟ مش فرحان؟ قول لي مالك؟ ما بتتكلمش ليه؟ مش عارف أقول لك إيه. حصل حاجة؟ أخويا كان عندي دلوقتي، وعارف كل حاجة. طب ما الناس كلها هتعرف. وهو رأيه إيه؟ قلت لك يا ذريه ما يهمنيش رايه، هو مش هيتحكم في عواطفي وشعوري. امال ايه بس؟ انا سبت جماعه فوزي وقالوا عليا خاين، اديني بقيت خاين فعلا. فوزي يا ذريه انا معاكي وهو في السجن. خايف الخيانه تبقى داء في دمي واخونك انت كمان. تقصد ايه؟ نبعد عن بعض احسن. ارجعي لفوزي تاني بعد ما طلبت منه الطلاق. انت بتلعب بيا؟ ابدا يا دريه، انا اندفعت معاكي باحساسي. الكلاب بتخلص واحنا بنخون. دلوقتي بتقول كده؟ انت بتكذب على نفسك. قول ان اخوك السبب. ابدا. قول انك خايف منه. لسه ما جاتش؟ لسه ما جاتش. وفرت عليكي حق درس، وفرت علينا وجع مخ. بقول ايه؟ مش الواجب برضو اروح اسال عليها؟ يمكن تكون عيانه ولا حاجه. على كيفك قديمة. الست عليا موجودة؟ أيوة موجودة. اتفضلي. هي بعد الشر تعبانة ولا حاجة؟ لا أبدا، بس عندها ضيوف. اتفضلي. اتفضلي، أنا حمدها لها. خلاص، الضيوف ماشيين. أنا هروح البنسيون أغير هدومي وأجيلكوا عشان نروح سينما. ما تتأخرش. حاضر. مع السلامة. هو سرحان قريبكوا؟ لا. صاحب البيت الكبير؟ ده خطيب أختي.
زهرة، أنا آسفة إني ما جتلكيش، انشغلت شوية. مالك يا زهرة؟ كان بيغشني، كان بيغشني وجاي يخطبك، ضحك علينا. مين اللي ضحك عليك؟ ضحك علي الغشاش. وتروح تخطب واحدة تانية، ملياش حق عليك. لكن هقول لك ايه غير انك خاين مجرم كمان، غرفة 60 داهية. امشي اطلعي بره يا خاين. خلاص قلت لك يا فلاحة، ربنا هينتقم منك. انت هتتبلي عليا يا بنت. اسمعي بقول لك، اوعي تعتبي الاوضة دي تاني، سامعة؟ انا غلطانة اللي خدمتك، البحيرة كلها متفرية منك يا غشاش. خلاص امشي غوري من وشي. المثقفين وقعوا اخيرا مع الفلاحين. انا حر، هتجوز اللي على كيفي وهتجوز عليا، سامعه؟ عايزه تتجوزني يا ابني. حرام عليك يا ابني. عايزه تتجوزك ليه؟ اسالها. انا بسالك انت، لازم في سبب. قصدك ايه؟ اصل انك لازم وعدتها بالجواز، وانك خدعتها، وانك خليل بيها. اجري الارض انك خاين. تعالى يا بنت. خلصيهم، مش يخصني. طب ايه؟ ده جزاي عطفت عليها، اتهيالها اني بحبها، ده اللي ناقص. اخرتها عايزه تتجوزني. زعلت عشان خطبت المدرسه. انت متصوره ايه؟ ان اخطب شغاله في بنسيون؟ فتحت الاشتراكيه في ريكيكو. خصني بيه من فضلك، كفايه اللي حصل. سيبيه قوي، ان ما غلطش من قدامي هكسر نفوخك. كفايه كده يا مستر سرخان، انت صوف لك بنسيون تاني من غير ما ترد. حسابي يخلص كمان يومين، لما يخلصوا بمشي. يا ساتر، لسه هنستحمله يومين؟ دلوقتي انسى كل حاجة وخلي ذهنك معايا. العملية هننفذها بكرة بالليل. تروح الصبح الشركة، تساوي الأرقام في الدفاتر بتاعتك، سيبني بعد كده اتصرف. بكرة الناس دول كلهم يجروا وراك. سيبك بقى من البنسيون واللي فيه، تروح تنزل في سيسل.
المهندس علي بكير من فضلك. ايوه يا علي. طيب انا هستناك بعد ساعه في بار سيسيل، ما تتاخرش عليا. مش عيب تكذب عليا؟ ده احنا كنا مكبرينك في عينينا. اخس امشي يا انت، دخل البوليس يشيلك الكشك من بكره. امشي. يشيل مين؟ ده انا كنت ادفنك تحت منه. انت فاكر نفسك ايه؟ عيب يا محمود، ما يصحش. اكس سوخ. تليفون عشانك استاذ سرحان. الو الو سرحان، رحنا في داهيه. اكتشفنا يا سرحان البوليس ظبط اللوري بعد ما خرج من المسرح، قبضوا على السواق ولازم هيعترف بكل حاجه. انا ما كانش اعترف فعلا يا سرحان. خلاص يا سرحان رحنا في داهيه. رحنا في داهيه يا سرحان. ازازة ويسكي. تضحك عليا وتروح تخطب واحدة تانية، ملياش حق عليك. لكن هقول لك ايه، غير انك جبان مجرم غرض في الدين داهية. امشي بقى بره يا خاين. بص يا مجرمة ارتاح. طب ما انت خاطب البنت بتاعت فلسون، جاي تتقدم ليا ليه؟ طمعان فينا؟ اتفضل، انا كان لازم ابلغ فيك النيابه. Thank you.
اسفين للازعاج ده يا فندم. كان في نزيل هنا اسمه سرحان البحيري، مش كده؟ ايوه. هو حسب معلوماتنا ساب البنسون امبارح الساعة 8. الساعة 10 لقيناه في شارع نافع مقتول. لا لا لا، احنا ما بنوجهش الاتهام لحد، احنا نحب نعرف هو ليه ساب البنسون امبارح بالذات. انا ما اعرفش، واحد عايز يمشي احوشه، كل واحد حر. استاذ منصور باهي اخوه يبقى لواء ابراهيم باهي، ضروري حضرتك تعرفه. انا اللي قتلت سرحان. سمعته بيكلم صاحبه في التليفون، مديله ميعاد في بار سيسل، رحت هناك استنيته لحد ما طلع ومشيت وراه وضربته بالجزمه في بطنه. قتلته. وقتلته ليه؟ قتلته عشان خاين، والخيانه جزاء الموت. انت بيتعيط دلوقتي بعد كل ده؟ انت جيت وجبت نغز في بانسيون. انا خلاص مش عايزك هنا، امشي مع سلامة، روح بلدك تاني. عندك لبكرة الصبح عشان تحضر بسانتا. تفضل. انت مصمم انك قتلت سرحان البحيري؟ ايوه. هذا وقد عدنا استدعاء المتهم مرة ثانية لمواجهتي بما جاء في تقرير الطبيب الشرعي. يا منصور، جاء في تقرير الطبيب الشرعي بشأن حادث سرحان البحيري إن سبب الوفاة هو قطع شرايين اليد اليمنى بواسطة موس حلاء، وإن هذا كان من نتيجة فعل المجني عليه بنفسه، أي أنه انتحر ولم يقتل. لا، أنا اللي قتلته، ضربته برجلي في بطنه وقعدت أضربه لحد ما مات. الظاهر إن ضربك ما جابش نتيجة. أنا ما شفتش واحد مصمم يخش السجن برجليه زيك. وأقفل المحضر على ذلك في تاريخي، حيث كانت الساعة 3 مساء وقررنا الآتي. أولا قيد الواقعة برقم جناية انتحار. ثانيا الإفراج عن المتهم بضمان وظيفته. تفضل، مع السلامة. متجوزة يا لولو؟ متطلقة. اخ فريكيك متطلقة. اسمعي يا بنتي، انا عندي روماتيزم مزمن والدكاترة دائما يقولوا لي لازم اعمل مساج. تقدري يا بنتي تجيلي اوضتي علشان تعملي لي شوية تدليك في العصب السمبتاوي بتاعي؟ اوي يا بيه، دي صنعتي، ده اللي هطلعه لك من جدتك. فريكيكو. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. أشوف وشك بخير يا أستاذ عامر. صدق الله العظيم.
ماشيه دلوقتي؟ ايوه يا بنتي. انا مش عايزك تندمي على المده اللي قضيتيها هنا. الانسان لما يشوف الوحش هيكتشف لوحده ايه هو الكويس. ما تخافش عليا يا استاذ عامر. هترجعي البلد يا زهرة؟ ارجع تاني؟ لا. وناوية تعملي ايه؟ هلاقي شغلة نظيفة وهدور على مدرسة جديدة. ما تتعبش نفسك يا استاذ عامر، انا عارفة سكتي كويس. من ساعة ما عرفت انك هتسيب البنسيون وانا من الفجر قدام العمارة جتتي رصرصت من البرد. اعمل ايه بس عشان ارضيكي؟ قلعت الجلابية ولبست الفستان، رحت نهار اخر قالع الجلابية ولبست الفستان، قصدي القميص والبنطلون. رحت تتعلمي فتحت لي الكشك بحاله ومليته كتب، فاضل ايه؟ اتعلم انا؟ حصل. رحت امبارح مدرسة ليلي وخدت الكراس ده ودفعت 120 قرش مصاريف. هنبقى نذاكر سوا ونكافح سوا ونكبر سوا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟